سلام البنات، ما تكونوا كلكم بخير ولا خير. معكم كويزين موني. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم طريقتي في تحضير التيراميسو، وغنديرو بشكل فردي، يعني غنديرو في كؤوس فردية. نتمنى ان يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتتبعوا معايا الطريقة. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو في تحضير التيراميسو، عندنا هنا 200 غرام ديال البودواغ، عندي كاس كبير ديال القهوة واللي استعملت فيه جوج معالق كبار ديال نيسكافيه ومعلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، ذوبتهم في الماء خليتهم حتى سخنوا مزيان وطفيت على البوطة خليتهم حتى بردوا، وعاد استعملتهم 3 معالق كبار ديال السكر سنيدة، جوج معالق كبار ديال الكاكاو اللي غنستعملوه في التزيين، 250 غرام ديال الماسكربون. عندي هنا حبيبات الشوكولاط، ممكن تعوضوه بطريفات ديال الشوكولاط عادي، وتسد البيضات هنايا من حجم متوسط. ندعو على بركة الله الطريق. اول حاجة كنقوم بها هي كنفرق بيض البيض على صفر البيض، من بعد ما فرقت بياض البيض على صفر البيض غنطرب كل واحد بوحدو. كيف ما كتشوفوا بديت كنطرف بياض البيض، غنبقى نستمر بهذه الطريقه حتى كيولي الشكل ديالو متكاتف ويولي بحال الثلج. وكيف ما كتشوفوا في الصوره، هذه هي النتيجه اللي خاصني نحصل عليها. غندوزو كذلك نخدمو صفار البيض اللي غنضيفو عليه السكر سنيدة، غنخدموه جيدا حتى كيتبدل اللون ديالو. من بعد ما طربت صفار البيض مزيان وتبدل ليه اللون ديالو، كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيولي بهذا الشكل، كنضيفوا عليه الماسكربون اللي كنكون زولت منه الماء الا كان فيه، لان الماء كيفسد لينا الكريمه. كنستمر في التطراب حتى كيتمزج لينا الخليط. من بعد ما كملت التطراب وكيف ما كتشوفوا في الصوره انه تمزج لينا الماسكربون مع صفار البيض، كنبداو نضيفوا دابا هنا بيض البيض شويه بشويه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. صافي، هنا وجدت عندي الكريمه اللي كنحتاجها في تحضير التيراميسو، كيكون الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا في الصوره. غادي ندوز هنا نحضر الكويسات ديالي ديال التيراميسو. كيف ما كتشوفوا بانني شديت البسكوي بودواغ وقطعته طريفات صغار باش يعاونني انني نقدر نستفو في الكاس في الكؤوس ديالي. كنشد البسكوي وكنوضعو في القهوه كنفزقو، يعني ما كنفزقوش بزاف، غير كنحطو وكنهز. ديك الساعه كندنستف في الكويسات ديالي، من بعد كندير واحد الطبقه ديال الكريمه وكنرش شويه ديال الحبوب ديال الشوكولاط، وكيبقى اختياري ممكن ديرو غير الشوكولاط العادي. من بعد كندير طبقه ثانيه من البسكويت البودواغ اللي كنكون دوزته في القهوه، وفي الاخير كندير واحد الطبقه ديال الكريمه. وكيف ما كتشوفوا في الصوره كنحاول نقاد ليه السطح ديالو، هذا هو الشكل ديالو النهائي. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكويسات ديالي كاملين. من بعد ما كملت من ملء الكويسات ديالي، كناخذ البلاستيك الغذائي وكنغطيهم بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا في الصوره، كنوضعهم في الثلاجه باش يبردوا مزيان، كنخليهم تقريبا واحد 3 حتى 4 سوايع.
صافي، هنا خرجت التيراميسو من الثلاجة، يعني برد مزيان، يعني خليته مدة طويلة كيبرد. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري، انا حاولت نزينه بهالطريقة. ممكن توضعوا غير واحد الكمية ديال الكاكاو من الفوق وتقدموه مباشرة. وهذا هو الشكل النهائي ديال التيراميسو بعد ما وجد، صراحه كيجي رائع لا في المنظر ولا في المذاق. نتمنى انكم تجربوه حتى نتوما، ونتمنى كذلك المشاركش في القناه ديالي يشارك ويفعل الجرس ويخليوا لي تعليق الى عجبكم المحتوى ولايك. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والى اللقاء.